شرفني السيد رئيس الجمهورية باقتبالي، وبهذه المناسبة قدمت لسيادته مسودة مشروع الدستور للجمهورية الجديدة، ونحمد الله أن تمكنا بأن نكون في الموعد، لأن الموعد المحدد كان يوم 20 جوان، وهذا هو اليوم الذي تقدمنا به بهذا النص. بالطبع كانت الظروف صعبة نظرا لقصر الوقت في هذا المجال، ولكن بحول الله توصلنا بعانة الجميع والكثير من الزملاء والأخصائيين إلى وضع مسودة للدستور. نأمل إن شاء الله أن تحظى برضا السيد الرئيس. شكراً.